السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة اربح من الإنترنت، أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة أنا هشرح إيردروب مهم أوي خاص بعملة اسمها توب نتورك. العملة هتنزل بإذن الله خلال كام يوم، حوالي 3 4 أيام. العملة هتوزع 500 ألف من العملة على المشتركين. طريقة التسجيل هتلاقي أول حاجة سيبلك الصفحة دي تحت الفيديو في الشرح، هتفتح معاك بالشكل اللي انت شايفه. هتنزل هنا على كده، على اول مهمة ان انت تشترك في جروب تليجرام الاول، وبعد كده ايه البوت ده اللي عليه المهام بقى اللي هتكسب منه. هنفتح البوت مع بعض، البوت هيفتح معاك بالشكل ده. عشان ما تتوهش مني هيبقى اول حاجة تبص عليها في البوت ماي اكاونت، هتلاقي كده كده البوت اداك زي رقم خاص بيك، رقم ارقام وحروف، ده الاي دي بتاعك. بعد كده هتبقى ايه هتروج له، نرجع تاني، وفي نفس الوقت يبقى موجود عدد النقاط بتاعتك. يعني لو بصينا هنا كده انا عملت المهمات اللي انا عملتها، اديتنا 4000 ايه نقطة، تمام. نرجع بقى للمهام. اول مهمة دي رابط الاحالة بتاعك، انا اخد كده رابط الاحالة كليك يمين عليها، نفتحه هنا. تمام، ايه اللي حصل؟ بيقول لك هنا انفايت لينك، ده الانفايت لينك بتاعك بقى ايه تاخده تروج له. يعني انت تروج من رابط الاحاله ده، تيجي هنا كده تعلم من اول كلمه اتش تي بي لغايه الاخر، وده تروج ليه. كل حد هيفتح رابط الاحاله ده ويسجل عن طريقك هتاخد نقاط، تاخد 100 من العمله. نرجع تاني، هتيجي هنا بيقول لك اعمل فولو اس تو جيت فري. انا خلصت المهمات بس هديكوا فكره عنها. هو مديك كذا مهمة، مثلا مهمة الفيسبوك دي مهمة، مثلا المهمات هنقول مهمة الايه اللينكد ان، وكلهم نفس الفكرة. او بيطلب منك ايه، بيقول لك اعمل شير لمهمة الفيسبوك، بيقول لك اعمل شير للبوست بتاعهم. البوست هتدوس هنا كده، هتاخد البوست ده، هتعلم على الكلام ده، او تيجي هنا كليك يمين تاخد الكلام ده وتحطه، تخش على الفيسبوك تنشر ايه، تعمله كبوست جديد، تمام، وتعمل شير. بعد ما تخلص شير ادي البوست اهو انا عملته، هتيجي تدوس سكرين شوت في الكيبورد وترجع للاير دروب، هتقول له سند سكرين شوت. هيطلب منك انت تدخل السكرين شوت اللي انت عملته ايه للبوست اللي عملته من شويه، هتعمل له باست وتلزق وهكذا. هتلاقي المهمه نفسها اختفت، يعني انا المهمات هنا مش ظاهره معايا عشان انا نفذت المهمات خلاص كده. ثانية واحدة نرجع، نفس الفكرة هتلاقي هنا في المكان ده، مش فيسبوك بس، هتلاقي في لينكد ان، تويتر، فيسبوك، تليجرام، وهكذا. هتعمل كل حاجة، هتعمل عليها شير، يعني مش هتخش على تويتر تعمل شير. نخش كده بص برضو على تويتر مع بعض، يعني انا عملت اهو للبوست ده شير، تمام، وبعد كده عملت سكرين شوت ومجاي هنا على كلمة سند سكرين شوت، ابعت له الصوره، خلاص المهمه ايه تمت وانتهت. اجي على المهمه اللي بعديها، دي نفس القصه، هتعمل شير برضو اللي هو مهمه هو مديها لنا، ندوس عليها. انا اخر مهمه فيهم بس التليجرام دي اللي مش عارف اعملها عشان حاطط لها هو شروط صعبه، انا مش عارف اوصل لها. نرجع تاني، بس بقيه المهمات عملتها. نخش على المهمه اللي بعديها، بونتي فان ويز فيديو. ده انا هستأذنكم هطلب منكم طلب. اول مهمه فيهم هو كان طالب ان انت تعمل سبسكرايب للصفحه بتاعتهم جوه بونتي فان دي بتاعت الفيديو، عملتها وخدت السكرين شوت، تمام، وبعد كده حطيت له برده سكرين شوت، سند سكرين شوت، حطيت له الصوره، تمام. فيها مهمه رقم 2 بيقول لك اعمل كومنت في الفيديو ده زي انا ما عامل كده. ثانيه واحده اوريكم، الفيديو ده انا اللي عملت كومنت، ده الكومنت بتاعي، تمام. هو طالب مني الناس مجموعه، هسيب لكم برده هسيب لكم اللينك بتاع الكومنت نفسه تحت الفيديو في الشرح. واستاذنكم ان انت تخش هتيجي تعمل على علامه الاعجاب بتاعت انا صح، اللي هي عند كلمه اربح من الانترنت، واحنا ممكن نعمل تبادل مع بعض، كل واحد يسيب اللينك بتاعه ونخش نعمل لايك، تمام، بحيث ان انا مثلا لو عديت العشر لايكات اما انا واخد سكرين شوت من الكلام ده كده وداخل هنا على البوت، هدوس كلمة سند سكرين شوت وحاطط له الصورة ان انا عملت عدد لايكات بالنسبة للبوست بتاعي على اليوتيوب،
وبكده اخد ايه الربح من المهمة. نفس الكلام بالنسبة لكم، نرجع تاني. يبقى ده مهمة اللي انا اتكلمت عليها، ده مهمة ايه الفان ويز فيديو. تمام، هتيجي لو انت عملت 10,000 نقطة، انت لازم عشان تعرف تحول حاليا، لو تحول وقت دلوقتي، لو انت عملت 10,000 نقطة ينفع تحولهم دلوقتي ويوصلوك على يوصلوك على المحفظة بتاعتك او منصة العملة. بتخش هنا لو انت عامل 10,000 نقطة، بتخش على حاجة اسمها راندوم ميتال كوين، هدوس له هنا راندوم. بس ده لو انا عامل 10,000 نقطة، هيطلب مني المحفظة بتاعتي في حالة ان انا كنت عامل 10,000 نقطة، ويبعت لي ايه العملة وقتي. بس انا عشان عامل 4,000 بس، فما لسه ما وصلتش للعدد المطلوب. بقيت المهام ما فيهاش اي مشاكل. احنا انت اكتر حاجة هتروج معاك هي رابط الاحالة، حاول تنشر رابط الاحالة بتاعك في كل مكان. وبالنسبة لمهمة الفيديو، استأذنكم لو تعملوا لي لايك بالنسبة للبوست اللي انا كاتبه. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم دوس لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.